طبعا امانه المنطقه الشرقيه والجهات المختصه يقومون يعني بعمل يعني ايجابي وكبير ل يعني التاكد من الاجراءات الاحترازيه للمجتمع السعودي وايضا للجهات والمنشات التجاريه في حاضره الدمام. طبعا هناك عدد من المحلات والمجمعات التجاريه وايضا المواقع التي قد يعني يكون هناك بعض المخالفات التي يجب ان يعني يراعوها، وعند ولذلك يوجد يعني رقابه بشكل كبير وايضا بشكل دوري في العديد من الجهات، وبذلك يعملون على التاكد من سلامه يعني الاجراءات الاحترازيه، خاصه في شهر رمضان المبارك والذي يعتبر شهر كريم يقبل عليه الناس لمنتجاتهم وشراء منتجات، خاصه يعني هذا الشهر الذي يميز عدد من المنتجات بعينها، لذلك تكثر الرقابه للتاكد من سلامه وصحه هذه المنتجات، وايضا التاكد من تطبيق اجراءات توكلنا من خلال البرنامج، وايضا لبس الكمام والتعقيم وعدم وجود تزاحم في المجمعات التجاريه او في المحلات التجاريه لكي لا يكون هناك لا سمح الله نقلا للعدوى، بالاضافه الى التاكد من سلامه وصحه المنتجات الغذائيه بما يتوافق مع الاجراءات والأنظمة والقوانين التي وضعتها الجهات المعنية مثل هيئة الغذاء والدواء وأيضا وزارة الصحة وكافة الجهات المختصة، من أجل أن يكون المواطن والمقيم بإذن الله تعالى يعني منتجاتهم بشكل سليم. هناك بعض الضبطيات التي كانت في الفترة السابقة، ولكن لعل التركيز الأهم هو على سلامة الغذاء والدواء للمواطن والمقيم خلال شهر رمضان المبارك، خاصة وأن هناك منتجات مثل ما تحدثنا هي منتجات بعينها يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك. أيضا الساعة البيولوجية للمواطنين سوف تتغير أو المقيمين خاصة في هذا الشهر الكريم، ولكن يبقى الأهم أن هذا الشهر المبارك له طابعه وله خاصيته لدى المجتمع السعودي بشكل عام وشكل خاص. طيب طارق، يعني كيف تابعت الأسواق المراكز التجارية، الأسواق التموينية تحديدا مساء البارحة اليوم، يعني بحكم ان البعض قد يعني يحتاج الى شراء بعض المستلزمات الرمضانيه في الساعات الاخيره يعني قبيل شهر رمضان؟ نعم، الجهات تعمل على بشكل دوري وبشكل مستمر. لعلي الان اتذكر انه معالي امين المنطقه الشرقيه المهندس فهد الجبير قبل قليل كان في جوله اشرافيه او تفتيشيه على احدى المواقع والتاكد من سلامه المنتجات الغذائيه التي يتم العرض فيها، وايضا في يعني التاكد من ان هذه المنتجات ملائمه ولا يكون بها اي ملاحظات، بالاضافه الى الموقع ان يكون هو ايضا مطبق الاجراءات الاحترازيه بشكل كبير. هو طبعا كان في احدى المواقع، بالاضافه الى انه الجهات الامنيه تؤكد والجهات المختصه تؤكد على انه لا يكون هناك تهاون سواء في سلامه المواطنين او في نيتنا السلامه اكيد للجميع. نشكرك شكرا جزيلا من الدمام، راس الاخباريه طارق الغاندي، شكرا جزيلا لك طارق. إلى الباحة، حيث وضعت أمانة منطقة الباحة خطة عمل تنفيذية لشهر رمضان المبارك من خلال تكثيف برامج الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية كالمطاعم والمطابخ وأسواق النفع العام. للمزيد حول هذه الجهود ينضم إلينا من الباحة مراسل إخبارية أحمد البرتاوي. أحمد، مساء الخير وشهرك مبارك، ضعنا في صورة هذه الجهود التي تتوازى مع يعني عدة جهود أخرى أيضا لجهات مختلفة مع بداية شهر رمضان المبارك، تفضل. أهلا أخي خالد ومساء الخير وشهر مبارك علينا وعليك وعلى جميع مشاهدي قناة الإخبارية. نعم، في الباحة جميع الجهات الخدمية والحكومية والخاصة، كل الجهات هنا تستنفر مع بداية هذا الشهر الكريم لضمان بإذن الله عز وجل تسوق آمن للجميع، وكذلك رصد جميع المخالفات الإجراءات الاحترازية وغيرها. وهنا أمانة منطقة الباحة، كنت في حديث قبل قليل مع وكيل الأمين للخدمات أن الباحة ولله الحمد سجلت التزاماً واضحاً في جميع المحلات التجارية. كان هناك بعض المخالفات الطفيفة التي لا تكاد تذكر، وهذا ولله الحمد عامل ومؤشر جيد. سنتحدث بإذن الله عز وجل عن هذه التفاصيل مع ضيفنا هذه النشرة، وكيل الأمين للخدمات المهندس عبد العزيز المالكي. حياك الله مهندس، وشاكر ومقدر لك، وكل سنة وانت طيب وشهر مبارك. حدثنا في البداية عن أبرز استعدادات الأمانة لشهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية الله يبارك فيك والشهر مبارك على الجميع وعلى
الزملاء في الاستديو ومشاهدي الإخبارية فيما يتعلق بالاستعدادات الأمانة وبلديات لشهر رمضان المبارك، فلا يخفى طبعا أن النشاط الاستهلاكي للمتسوقين في هذا الشهر الكريم يتضاعف كبير جدا، وبالتالي يواكب هذا العدد من الزيارات من المواطنين على المواقع التجارية والاستهلاكية خطة تقوم بها الأمانة وبلديات، تم اعتمادها طبعا هذه الخطة من سعادة الأمين لكامل شهر رمضان المبارك، أخذ في الاعتبار تغطية كافة المواقع اللي يستهدفها مرتادي الأنشطة التجارية المتعلقة بطلبات المواطنين، سواء كانت الأسواق التجارية أو المسالخ أو المطاعم أو خلافه من الأنشطة الأخرى التي تتعلق بالصحة العامة. لو تحدثنا عن طريق الإحصائيات والأرقام، ما هي أبرز المخالفات التي تم تسجيلها؟ طبعاً انقسم هذا الأمر إلى جزئين، الجزء اللي يتعلق بالصحة العامة والجزء الآخر اللي هو بالاحتياطات والاحترازات المتعلقة بمتابعة تطبيقات لائحة جائحة كورونا. فيما يتعلق بالصحة العامة، طبعاً الأمانة والبلديات عندها حدود 105 مراقبين يقومون على مدار الساعة بجولات مكثفة على جميع الأنشطة، سواء التي تتعلق بالصحة العامة أو التي تتعلق بجائحة كورونا. فخلال شهر واحد تقريباً رصد أو كان عدد جولات فوق 20,000 جولة، رصد ما يقارب فوق 700 مخالفة للصحة العامة ومخالفات 244 ما يتعلق بجائحة كورونا، أغلق منها طبعا في حدود 113 محل. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى اللي هنا في المنطقة فيه التزام ما يتعلق بلائحة باشتراطات جائحة كورونا، فيه التزام كبير جدا، وبالتالي أدى إلى وجود الأعداد يعني كل مرة تقل عن الذي قبله بفضل الله سبحانه وتعالى. الله يعطيكم العافية. مع بداية الشهر الفضيل كنت تحدثني قبل قليل أن هناك التزام واضح من الجميع، كيف رصدتم هذه الأعداد اللي نرصدها يوميا؟ نأخذها سواء من الزملاء في المديرة العامة الإدارة العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، نلاحظ أن منطقة الباحة هي الأقل في عدد الإصابات، وهذا مؤشر من المؤشرات اللي هي أن الناس بفضل الله سبحانه وتعالى ملتزمين بهذه الاشتراطات. وأيضا ما نلاحظه في الميدان من واقع الأنشطة التجارية التي تم زيارتها من قبل مراقبي الأمانة أو الجهات الأخرى، أن بفضل الله سبحانه وتعالى وجدنا انضباط كبير جدا من المستفيدين أو من المرتادين في تطبيق اللائحة، سواء لبس الكمامات أو التباعد أو الاحترازات الأخرى التعقيمات، وفضل الله هذا انعكس على المنجزات اللي هي تتحقق في المنطقة. شكرا لك مهندس، يعطيكم العافية. نعم أخي خالد، هذا كل ما لدي، ونوصي الجميع بالالتزام بإذن الله ليكون هذا الشهر بحول الله منطقة عبور نحو الأمان الصحي بحول الله عز وجل بإذن الله. شكرا لك أحمد البرتاوي من منطقة الباحة، شكرا جزيلا لك أحمد ولضيفك الكريم.